عدنا من جديد، وقوة الكلمة وتأثير الخطاب يغير مجريات الأحداث لا محل. مؤتمر القاهرة للسلام بين دول معارضة للتوغل على الإنسانية وبين مؤيد للكيان الصهيوني اليمني المتطرف وأرواح المدنيين وارتفاع حصيدة الشهداء ليست في حساباتهم. الدكتور أيمن البراسني، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية والتحليل السياسي في مجريات المؤتمر، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير لكم ولجميع متابعي ومشاهدي التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا دكتور، واليوم حديثنا عن مؤتمر القاهرة تحديدا، ومن منطلق سياسي واختصاص يعني نتحدث عن انعكاسات السياسية أيضا لمؤتمر القاهرة. نعم، لا شك أنه منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، منذ المواجهات واستهداف المدنيين في قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، والمنطقة على صفيح ساخن، وهناك مخاوف ومحاذير من تطور هذا الصراع داخليا وإقليميا وعربيا، وبالتالي هذا كله كان مدعاه لقيام جلالة الملك بجهود دبلوماسية حثيثة. زار قبل مؤتمر القاهرة عواصم أوروبية، زار المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا لحشد التأييد والدعم الدولي اللازم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم استهداف الأبرياء وإيجاد مرات آمنة لإيصال المساعدات. إذن المنطقة تدرك مخاطر ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ومن هنا قاد الأردن بقيادة جلالة الملك حملة دبلوماسية نشطة ومكثفة، لأن كما تعلمون جميعا ويعلم المشاهدون الكرام أن القضية الفلسطينية هي بحكم القرب الجيوستراتيجي والجغرافي من الأردن، فإن القضية الفلسطينية تعتبر جزء أساسي في الأجندة الأردنية وهي أولوية في السياسة الخارجية الأردنية. ولذلك فإن مؤتمر القاهرة في الأمس، صحيح أنه لم يكن بحجم التوقعات من حيث المخرجات، لم يكن هناك بيان ختامي مشترك بين الأطراف، هناك غياب قوى فاعلة ومؤثرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ولكن هذا الاجتماع بحد ذاته هو نجاح دبلوماسي عربي، على الأقل هناك تنسيق في المواقف العربية، وهذا المؤتمر جاء لتقوية هذه المواقف، وخاصة الموقف المصري الأردني الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين والرافض لموضوع إجلائهم إلى سيناء أو إلى الأردن. وبالتالي أعتقد أنه قبل مؤتمر القاهرة سبقوا لقاء جلالة الملك مع الرئيس المصري، وتم التشاور والتنسيق على أن موضوع تهجير خط أحمر، ولا يمكن لا لمصر ولا للأردن القبول به بأي حال من الأحوال. وهذا ما يعني أكده جلالة الملك عندما قال بأن ترحيل الأزمات إلى دول الجوار ومفاقمة مسألة اللاجئين أمر غير مقبول في الأردن. وبالتالي هذا المؤتمر هو استكمال لسلسلة جهود دبلوماسية بذلت قبلها، كان من المفترض أن تعقد القمة الرباعية، ولكن تم إلغائها بسبب استهداف إسرائيل للمستشفى المعمداني، وبالتالي المزاج العام تغير ولم يكن هناك لم يكن الظرف مواتيا صراحة لعقد هذه القمة في وقتها. وربما هذا يفسر سبب الغياب الأمريكي عن مؤتمر القاهرة، أنه لا يعقل أن تلغى قمة في يوم الأربعاء ونحضر قمة أخرى أمريكيا في يوم السبت في القاهرة، فربما هذا كان أحد حسابات الولايات المتحدة الأمريكية للإحجام عن المشاركة، وربما أحجمت أيضا لتجنب نفسها الإحراج من قبل الحلفاء الإقليميين في المنطقة لتجنب مزيد من الضغوط على أمريكا من أجل إيقاف هذه الحرب الإسرائيلية. مؤتمر القاهرة مهم، وأهم ما فيه صراحة طبيعة التوافق العربي المشترك على الموقف من القضية الفلسطينية ومما يجري، وخطاب جلالة الملك كان صراحة من أقوى الخطابات التي دلت على الكثير من المفاهيم والمعايير الأخلاقية والقيمية والإنسانية، عندما طالب بوقف العدوان، عندما قال بأن هذه جريمة حرب، عندما قال عنها إبادة جماعية، عندما قال بأنه لا يمكن القبول بما يجري حاليا ويجب وقفه. وبالتالي أعتقد أنه هذا المؤتمر التوقعات منه يعني كانت قليلة جدا صراحة، لأن الظرف العام كما تعلمون في المنطقة هناك دعم أمريكي غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية، صحيح، للمضي قدما في مخططها الرامي إلى تصفية حماس وقواعد المقاومة في قطاع غزة، ويجري الحديث الآن كما تعلمون في الأوساط الإسرائيلية عن عملية برية في غزة، ولكن لها محاذيرها، وهذه المحاذير وهذه التخوفات ربما هي التي قادت إلى التأجيل المتكرر لهذه العملية. طب دكتور، اليوم دكتور أيمن كثير بهمنا أكيد كنا نعرف الاستراتيجيات الوطنية اليوم اللي تم التأكيد عليها في خطاب سيدنا في هذا المؤتمر.
نعم، القضية الفلسطينية الرأي الأردني واضح، السياسة الخارجية صحيح. الأردنية السياسة الخارجية الأردنية تعيد في كل مرة نعم. سواء في المحافل الإقليمية أو الدولية تعيد في كل مرة، وجلالة الملك يشدد في كل مرة على الثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، وهي ضرورة اعتراف إسرائيل واعتراف العالم بأحقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمة القدس الشرقية، الاعتراف بأن ارتكاب المجازر وانتهاكات التي تجري باستمرار في الأراضي الفلسطينية في كل مكان ليس فقط في غزة، سبق هذا انتهاكات في مدن الضفة الغربية وفي الأقصى وساحاته وباحاته، وبالتالي عملية استهداف المدنيين غير مقبولة أردنيا، يجري التأكيد دائما على ضرورة إيجاد حل سلمي وتسوية سياسية قائمة على أساس حل الدولتين، هذا ما يؤكد عليه الأردن في مواقفه الثابتة صحيح. سواء في الأمم المتحدة في خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الملك قال صراحة أن لابد من عملية سياسية شاملة، لابد من الرجوع إلى التفاوض بدلا من استخدام العنف، العنف واستهداف المدنيين لن يجلب إلا مزيد من الدمار، وهذا ما أيضا تم التأكيد عليه في قمة القاهرة أن الدمار لا يجلب إلا الدمار، ودوامة العنف ستتسع لا محالة إذا ما بقيت إسرائيل يعني تشن هجماتها وبدون هوادة. إذا لابد لإسرائيل ولابد للمجتمع الدولي صراحة أن يمارس جزء من صلاحياته ومسؤولياته، لا يعقل أن مشروعين قرار في مجلس نعم. الأمن يتم إجهاضهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدعم إسرائيل، مشروع القرار الروسي لم يحظى إلا بخمس دول يعني دعمته من أصل 15، مشروع القرار البرازيلي بالرغم من 12 دولة أيدته الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق نقد الفيتو، إذن هذا كله أعطى إسرائيل المبرر والذريعة للاستمرار في أعمالها العدوانية ضد غزة، وأعتقد أن إسرائيل إذا ما استمرت في هذا النهج بدعم أمريكي فإن التكلفة ستكون عالية نعم. سواء على إسرائيل نفسها أو على حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة ولا صحيح. ترغب بتعطيلها. نعم. صحيح. تحدثت يعني عن النتائج التي ستنعكس على الجانب الإسرائيلي، اليوم نتحدث عن نتنياهو تحديدا. هذه المطالب المجتمعية داخل إسرائيل، واليوم عم نشوف شعارات أيضا في دول الغرب ضد نتنياهو وهذه الحكومة، هل تعتقد بأن استمرار هذه الحرب سيولد لربما الضغط يعني على نتنياهو؟ هل ستعتقد أنه سيكون نهاية لهذه الحكومة؟ أعتقد أن طبيعة تحليل شخصية نتنياهو، رجل يميني متطرف متعصب متشدد يؤمن باستخدام القوة والاستيلاء على الأراضي، يؤمن بالتوسع بالقوة، متشرب للفكر الصهيوني العنصري القائم على نظرية الجدار الحديدي، وبالتالي لكن هذه السياسات أعتقد لها معارضة في الداخل، ربما لم ينشر الإعلام طبيعة احتجاجات الإسرائيلية أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية يطالبون بالإفراج عن الأسرى والرهائن، هناك مماحكات سياسية داخل أروقة الحكومة، واضطر أخيرا يعني نتنياهو إلى إشراك المعارضة في هذه الحكومة لتشكيل حكومة طوارئ، هذا كله يدل على أن هناك نوع من المماحكات السياسية في داخل الكيان، وهذه المظاهرات التي شهدناها سواء في داخل تل أبيب أو في عواصم عربية وأجنبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قبل 3-4 أيام حاولوا اقتحام الكابيتول في واشنطن تنديدا بالمجازر واعتراضا على ما يجري تجاه الأبرياء في غزة، أعتقد كل هذه المواقف وكل هذه المظاهرات سواء في الداخل الإسرائيلي أو على مستوى الإقليمي والعربي أو حتى على المستوى الدولي قادت إلى تغيير الموقف الدولي والنظرة لطبيعة الصراع الدائر حاليا، هذا الغرب الذي تبنى السردية الإسرائيلية في البداية تراجع الآن قليلا عن هذه السردية وبدأ ينظر إلى الرواية الفلسطينية المقابلة، بدأ يشهد على حجم الدمار وحجم التعسف في استخدام العنف وفي تصعيد العنف تجاه دكتور ماذا ننتظر لحصد النتائج اليوم؟ يعني إذا هم اليوم عم بتراجعوا ونظرتهم تغيرت، إحنا قديرة لازم نستنى ونخسر من أهلنا في قطاع غزة عشان يكون في تحرك دولي؟ لا شك أن حماس عندما قامت بهذه العملية كانت تدرك أنها ستدفع ثمنا لهذا العمل صح. وهذه طبيعة النضال والمقاومة، لا أرباح دون خسائر، وهذه حرب متوقع أنه للأسف أنه يحدث فيها يعني هذا هذه الخسارة وهذا يعني، ولكن عمليا
لا يمكن التنبؤ بوقت معين لإيقاف هذه الهجمات. تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الحرب ربما تستمر أسابيع قادمة، ولكن هل ستظل بنفس الوتيرة؟ هل ستتصاعد الأمور؟ هل ستخف وطأتها؟ هل فعلا ستكون إسرائيل في وضع يؤهلها لاجتياح بري كامل لقطاع غزة؟ وما بعد ذلك؟ لنفترض جدلا بأن إسرائيل قررت وحسمت أمرها بالدخول، وبالتالي ما هي الخطوة التالية؟ هل هناك استراتيجية خروج إسرائيلية من القطاع؟ هل تريد أن تحكم مرة أخرى؟ هل ستسند مهام الإدارة في قطاع غزة على فرضا أن المقاومة لا سمح الله انهارت وأن حماس لم تعد يعني موجودة؟ هل تملك إسرائيل خروج آمن للقطاع؟ هل سيلحق أمنيا ومدنيا وإداريا لسلطة التنسيق الأمني في الضفة الغربية؟ هل سيصبح هناك تدويل للقطاع وتحت إشراف الأمم المتحدة مثلا كما حصل في كوسوفو في عام 99؟ كل السيناريوهات مفتوحة، ولكن أعتقد في ظل المتغيرات الأخيرة ربما تحجم إسرائيل عن هكذا فعل، وهناك تحذيرات أمريكية وغربية وحتى من إسرائيل نفسها بأنه كلفة الاحتلال في دخول غزة ستكون باهظة جدا. لا يعرف الجيش الإسرائيلي ماذا ينتظر في داخل حماس، في داخل الأنفاق وفي داخل قطاع غزة، الطبيعة، كثافة المساكن التي ربما تكون قنابل تستخدم ضد الجيش الإسرائيلي. تشير التقديرات إلى أنه إذا الجيش أراد بالفعل اقتحام غزة يحتاج إلى 300 ألف عنصر، هؤلاء يمكن 50% يعني 50 ألف على الأقل يعني يخسرهم الجيش الإسرائيلي في معارك حماس. لا تنسى أيضا أخي الكريم أنه لدينا 2 مليون في القطاع، هؤلاء هم حاضنة شعبية للمقاومة، كلهم مقاومين بالنهاية. ستضطر إسرائيل لمواجهة 2 مليون مقاوم. بس دكتور، ليه تحجب إسرائيل خسائرها اليوم؟ إسرائيل تعلن. إسرائيل لا تعلن، لكن العالم يراقب والتقارير الدولية والأممية تعرف حجم الخسارة الإسرائيلية. هناك تقديرات من قبل مؤسسات دولية بأن إسرائيل يوميا ما بين تمويل الحرب والعتاد والذخيرة وتوقف الحياة الاقتصادية وتعطلها تخسر يوميا حوالي مليار دولار. الأسهم اللي اختلفت يعني، ونزول الأسهم بشكل والشيكل فقط الآن الشيكل فقط قيمته أمام الدولار، واضطر البنك المركزي أن يضخ 30 مليار لتعويض النقص ودعم الشيكل. خسائر السياحة 65% الدخل السياحي تعطل. التجارة، حجم الموانئ الستة في إسرائيل شبه معطلة. المطارات. وبالتالي إسرائيل تخسر على كل المستويات، تخسر اقتصاديا وتخسر في الناحية السياسية بهذا التمادي وبهذه العنجهية، تخسر اقتصاديا، تخسر عسكريا وأمنيا. هذه الدولة التي كانت تتغنى بالسياجات الآمنة وبنظرية الردع الاستراتيجي فقدت الردع، والآن تريد استعادته من خلال هذا الهجوم المكثف على قطاع غزة، وتريد أيضا من خلال إسرائيل اجتثاث مقاومة إن استطاعت، وهي لن تستطيع. كل مؤشرة تقول أنها غير قادرة. المقاومة أثبتت عبر عقود من الزمن أنها قادرة وموجودة، وصعب جدا استهدافها واستئصالها، لأنه هذا في صلب النضال الوطني الفلسطيني. الأمر الآخر أن يعني دخول غزة بريا بهذا الشكل المفتوح ربما يوسع من دائرة الصراع إقليميا، فتصبح لدينا جبهات أخرى، جبهة الشمال، لبنان وسوريا، ربما اليمن، ورأينا قبل كم يوم كيف أنه أطلق الصواريخ من يعني جنوب لبنان ومن الأراضي اليمنية عبر البحر الأحمر شمالا، كانت تتجه إلى إسرائيل، اعترضت المدمرة الأمريكية. إذن في العراق الهجوم اللي قبل يومين على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، وهي قاعدة أمريكية، هجوم ريف دير الزور في سوريا. إذن هنا الدائرة ستتسع إذا ما سمح الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما سمحت للإسرائيليين بالتغول والتمادي والدخول إلى غزة بهدف اجتثاث المقاومة ومزيد من التدمير ومزيد من التهجير ومزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى كما قال جلالة الملك في أكثر من مرة إلى اتساع دوامة العنف في المنطقة. يعني أيضا من وجهة نظر سياسية اليوم دكتور، إحنا إذا ما انتقلنا إلى الجانب الإسرائيلي داخليا، ما زالت إسرائيل الآن تقوم بإخلاء المستوطنات في المنطقة، ولكن لا يوجد معلومات حول وجود المقاومة حتى الآن في هذه المستوطنات. ما مدى المعلومات حتى الآن في وجودها حتى في المستوطنات التي قامت بالدخول إليها أولاً؟
نعم، هناك تهديدات مستمرة ضد المستوطنات الإسرائيلية، وتم قصف عسقلان وسدود وسديروت في أكثر من مرة، واضطرت إسرائيل إلى حتى المستوطنات على الحدود اللبنانية اضطرت إلى إجلائهم بالباصات كما يعني شاهدنا قبل فترة. وبالتالي هناك احتمالية عالية جدا للمزيد من استهداف هذه المستوطنات في الأيام القادمة. هذه حرب، والمقاومة ستستخدم كل أذرعها وكل ما تستطيع أن تصل إليه أيديهم لتنال منهم، وبالتالي هذا مفتوح، ولكن لا يوجد تقدير كم يعني عددهم أين متواجدين. هذا صعب جدا. حماس تمتاز بالقدرة على التخفي وحماية كوادرها، فهم غير يعني موجودين بالشوارع بشكل ظاهر للعيان، هم يتخفون في الأزقة والحارات والأنفاق، وبالتالي عملية حتى استهدافهم ستكون صعبة، وربما هذا سبب إضافي جعل الجيش الإسرائيلي يفكر أكثر من مرة أنه أين هم. طب دكتور، هل من الممكن تكون في دلالات على أول شيء عم نشوف توسيع بعمليات الرد، وعم نشوف وتيرة اليوم القصف كمان عميقة جدا، هل هاي الدلالات هي من مخاوفهم؟ هل هم عم بيحاولوا إبادات جماعية عشان تكون دخولهم البري أسهل عليهم؟ نعم، إسرائيل تفكر بخيارات ردا على عملية حماس في قطاع غزة. أحد الخيارات، هل تستطيع الآن إسرائيل أن ترجع إلى النقطة إلى ما قبل 7 أكتوبر؟ بالقطع يعني لا تستطيع إسرائيل أن تعود إلى هذه النقطة، لأنه عمليا في عنا الآن حنق إسرائيلي وغضب على ما يعني جرى من استهداف لإسرائيل ومن تصدع لنظرية السياجات الآمنة والردع والاستباق والسمعة. هذا كله أضر بالجيش الإسرائيلي نفسيا ومعنويا، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل الآن خيار أمامها استمرار القصف، استمرار استهداف المدنيين، بغية الضغط على حماس، استخدام المدنيين كورقة ضغط على المقاومة من أجل إطلاق سراح الرهائن دون قيد أو شرط، بدون حتى مفاوضات. صحيح. استهداف المدنيين حتى المستشفيات والقطاع الطبي، تأخير المساعدات، تعطيل الحياة الاقتصادية بشكل عام، هو كلها تستخدم حكومة نتنياهو كأوراق ضغط إضافية على المقاومة وعلى صحيح. الدول المحيطة بأن هؤلاء الأبرياء إذا ما أردتم أن تقف المجازر هنا يجب أن تتحركوا لإقناع حماس بإما الخروج من القطاع، تسليم أسلحتها، لأن الأهداف الإسرائيلية معلنة. الهدف الإسرائيلي من هذه العملية تجريد حماس من سلاحها وخروجها من القطاع، وهذا ما لا تقبل به حماس. نعم. اليوم لما نتحدث عن قصف المستشفيات، اليوم إذا تحدثنا أيضا عن قصف مستشفى المعمداني من بعد هذا القصف، كما ذكرت بأنه نظرة الدول الغربية أو حتى المجتمعات كانت في البداية مع إسرائيل، ولكن بعد حادثة المستشفى انقلبت الموازين نوعا ما، وشاهدنا هذه المظاهرات في الدول الغربية. هناك تهديدات ما زالت تصل المستشفيات حتى الآن، مدى يعني مدى صحتها، أو لا يمكن نتحدث إذا هي صحيحة أم لا، فهي بالتأكيد موجودة، ولكن هل يمكن لإسرائيل أن تقصف مستشفى مرة أخرى؟ يعني هناك تهديدات لمستشفى القدس والنفسية وغيرها، أعتقد هي في إطار الحرب النفسية والضغط على المقاومة وعلى الدول لإيجاد مخرج آمن لإسرائيل. إسرائيل في ورطة حقيقية الآن، وبالتالي بعد ما جرى وشفنا ردة الفعل الغاضبة العالمية، منظمات حقوقية أدانت ما حصل من استهداف للمستشفى المعمداني، الصليب الأحمر الدولي، منظمة العفو الدولية، الصليب الأحمر الدولي، الأمم المتحدة، الأمان العام للأمم المتحدة، إذن كل المنظمات الحقوقية والأممية أدانت قصف المستشفى. ولا أعتقد أن إسرائيل بعد هذا يعني كشف الغطاء عن إسرائيل أنها لا يوجد لديها إنسانية في التعامل حتى مع القضية ومع النزاع الدائر، لا تراعي قواعد الحرب أصلا، ولا تراعي القانون الدولي الإنساني، ولا اتفاقية جنيف الخاصة الرابعة التي تحمي المدنيين أثناء الحروب. كشف الغطاء، وبالتالي الرواية الإسرائيلية تم تجريدها وتعريتها غربيا بالصور المقابلة باستهداف مستشفى. فبعد ما جرى أعتقد أن موضوع المستشفيات هو في إطار الضغط على المقاومة، ولا أعتقد أن إسرائيل ستقوم بالفعل يعني ضرب المستشفيات، لأنه يعني هذا سيضر بالمصالح الاستراتيجية لإسرائيل في هذا أكثر ما تفيدها. يعني اليوم دكتور نرصد الصورة صراحة وواقع الحال، ويمكن اليوم كل اللي بنشاهده حي ومباشر وما في مجال حتى للتلفيق، لكن امبارح لفتوا انتباهنا من خلال التغطيات وخصوصا الناس اللي موجودين في الأراضي الفلسطينية أنه عم يتم التركيز على قطاع غزة، لكن هناك خسائر في باقي مدن فلسطين. صحيح، يعني في الضفة الغربية هناك اشتباكات. صحيح.
ويرتفع العدد يعني بالعشرات الآن الشهداء في الضفة الغربية، وهذا ما نخشى إنه قطاع غزة إذا ما استمرت المحاصرة واستمر يعني هذا القصف العشوائي، وإذا ما دخلت يعني إسرائيل بالفعل بحرب برية مع غزة، أعتقد أن الموضوع لن يقف عند حدود غزة، سيتصاعد داخل فلسطين 48 في الضفة الغربية وربما في دول الإقليم. ونحن بدأنا نشهد يعني منذ يومين كيف أن الإقليم بالفعل يعني أقل ما يوصف عنه أنه ملتهب، المنطقة على صفيح ساخن. وبالتالي إذا استمرت إسرائيل في هذا الهوس وفي هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية والاقتصادية وتعطيل الحياة واستهداف المدنيين وكل الخدمات، أعتقد بأن دائرة الصراع ربما تتسع، وبدأنا نشهد يعني نوع من المساندة للمقاومة من الجبهة الشمالية، من لبنان، من سوريا، من العراق، من أيضا أنصار الله في اليمن. الآن الخوف أيضا إذا تطور الصراع ودخلت أيضا إيران على الخط. نعم. أوكي. نعم. لأنه توسع يعني واضح. توسع واضح. يعني هدف إسرائيل من هذه العملية لماذا حماس وتجريدها من السلاح ونزعها؟ لأنه في العقل الإسرائيلي أن قوة حماس يساوي قوة إيران داخل فلسطين. وكأنه مرادف. أوكي. يعني بمعنى إنه قوة حماس هي رديف لقوة إيران. إذا ما قويت حماس فإن إيران ستكسب أوراق إضافية ويزيد نفوذها. فلذلك إسرائيل تدرك هذا وتريد الآن تجريد حماس من هذه الورقة. أول شيء لاستعادة نظرية الردع الإسرائيلية التي تهدمت على أسوار غزة. ولإيصال رسائل إلى حزب الله وإلى إيران وإلى القوى الأخرى المتربصة بأن استهداف إسرائيل ليس سهلا، وأن المقاومة صحيح أنها نجحت بهذا الاقتراق، ولكن هناك تصدي، وربما هذا يفسر ضراوة المعركة الدائرة حاليا، ضراوة العنف الذي تتبعه هذه الحكومة. هي تريد إيصال رسائل لدول الإقليم أننا لازلنا أقوياء. وبالتالي استهدافنا غير يعني ليس بالأمر اليسير. ولهذا يسير. قامت بقصف بنفس الوقت. كانت عم تقصف بجنوب لبنان، كانت عم تقصف حماس، وكان يعني كان قصف بنفس موجه. الوقت موجه ومركز لإيصال رسائل بأنه يعني التدخل الإقليمي ربما له محاذير. لا تزال إسرائيل تتمتع بالقوة الكافية وبإسناد غربي واضح، رغم أن هذا الإسناد الغربي يعني بدأ الآن صحيح أنه يعني لوجستيا وعملياتيا واستخباراتيا وماديا موجود، لكن على الأقل هناك تعاطف أصبح الآن مع القضية الفلسطينية. صحيح. هناك رأي عام يطالب بوقف المجازر، وهذا مؤشر على أن يعني ربما المعركة الآن تتخذ مسار مختلف، وربما هذا أيضا يلقي بظلاله على قرار الحرب على غزة بريا طبعاً. حجم هذا التعاطف الإقليمي والدولي وهذه المظاهرات التي شاهدناها على مدار أيام في مختلف العواصم العربية والأجنبية ربما. صحيح. الآن تستغل سياسيا كورقة ضغط على صناع القرار في صحيح. إسرائيل. نعم. إنه إذا أنت بتوقعاتك السياسية الآن الأمور سيكون هناك تتصاعد أم سيكون هناك تهدئة؟ أعتقد خلال الأيام القادمة. نحن الآن بعيدون قليلا عن التهدئة. صحيح. ستستمر الحكومة الإسرائيلية في هجماتها، بغية استنزاف المقاومة، بغية إيصال رسائل للمقاومة بإطلاق سراح الرهائن بدون تفاوض. ولكن لا شك بعد هذه الأسابيع القليلة ستدخل المنطقة في مفاهمات، تسويات سياسية بوساطات أوروبية وأمريكية وبوجود أطراف عربية. نعم. هكذا هي المواجهات التي خصوصا كانت بأن يعني إسرائيل الآن تريد أن تثبت قوتها بأنه هي قادرة. نعم. فأعتقد يعني التهدئة ليست واردة الآن لإعادة صورة إسرائيل. نعم. التي كانت الهيبة. تعمل عليها. صحيح. لسنوات طويلة. صحيح. صحيح. نعم. بدنا نشكرك دكتور أيمن البراسن على هذه المعلومات المفيدة، وإن شاء الله يا رب هيك لقاءاتنا الأخرى تكون في صالح قطاع غزة ونحتفل معا في النص. شكرا لك. شكرا لك.